مع إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد على المضي بالأحكام الانتقالية وتعطيل العمل بالدستور، يبدو أن الأزمة السياسية في تونس تتجه إلى مزيد من التفاقم والتعقيد. إصرار دفع المعارضين للانقلاب إلى النزول في شارع الحبيب بورقيبة، الذي يعد رمزاً لإسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفضهم لتمديد التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 من تموز الماضي، والتي عطل بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، رافعين شعارات مناوئة لما اعتبروه انقلاباً على الدستور ومطالبين بالحفاظ على مكتسبات الثورة. تعبير واضح على رفض الانقلاب، مش على رفض الإصلاحات. الإصلاحات تتم باحترام الدستور وباحترام القانون، لكن الذي نلاحظه الآن هو انقلاب كامل على الدستور وعملية قضم مستمر ستصل بالضرورة إلى الحريات السياسية والفردية والعامة. هذه التظاهرات كسرت جدار الصمت وحاجز النزول إلى الشارع، الذي فرض بفعل الدعاية الإعلامية التي تروج لقرارات قيس سعيد وتغيب أي صوت معارض لها، في وقت يؤكد مراقبون أن استمرار حركة الشارع وحمايتها من محاولات التوظيف هو الكفيل بكسر الاستقطاب وإعادة استحقاق الحفاظ على الديمقراطية إلى واجهة الاهتمام السياسي. أحزاب تونسية دعت الرئيس التونسي للإصغاء إلى أصوات الشارع التونسي الرافضة للانقلاب والمطالبة بالتراجع عن قراراته قبل فوات الأوان، محذرة من تطور التظاهرات إلى عصيان مدني في حالة تمسك الرئيس بنهج الدكتاتورية والانقلاب على الدستور. على الصعيد الخارجي، فإن تأثيرات الشارع التونسي سترسل مؤشرات قوية بأن إجراءات الرئيس قيس سعيد ليست مقبولة لدى عموم الشعب، وإنها ستقود تونس إلى الهاوية، وهو ما بدا من تصريحات الخارجية الأمريكية التي أعربت عن مخاوفها من استمرار العمل بالإجراءات الانتقالية في تونس دون نهاية واضحة. ويبدو أن مراهنة قيس سعيد على نقمة الشارع التونسي على الطبقة السياسية التي يحملها مسؤولية الأزمات المتتالية التي تعصف بالبلاد كانت خاسرة. فما شهدته تونس من تظاهرات رافضة للانقلاب يؤكد أن التونسيين قد تعلموا من تجاربهم السابقة.